السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله كلكم بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هصور معاكم روتين خفيف كده وسريع، وعايزة برضو اسألكم في حاجة كده. بحب قوي وبثق قوي في كلامكم يعني، فانا يعني هستشيركم في حاجة كده يعني ردوا عليا فيها. عملت النهاردة لهم فطيرة جميلة جدا في الفطار، ما خدتش وقت خالص، وبرضو عملت في الغدا مكرونة بشاميل بطريقة سهلة خالص، ما خدتش برضو معايا وقت خالص. وزي ما شايفين كده الفطيرة شكلها جميل جدا ولذيذ قوي. ونظفت معاكم كده البيت يعني تنظيف سريع. قبل ما اشوف الفيديو بقى، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة، ولو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناة. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول ما قمت خالص طبعا صليت، وبعدين فتحت الشبابيك، وبعدين رحت مجهزه بسرعه الفطيره. على طول لما بكون يعني عايزه ان انا اعمل حاجه تخمر بقوم اعملها الاول على طول يعني من بدري عشان تلحق تخمر والحق اعملها يعني ونفطر بيها بسرعه. فحطيت هنا في الطبق 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم 4 معالق من الحليب البودر. ممكن تستبدلي الحليب البودر بالحليب السائل عادي خالص. وحطيت معلقة من الخميرة الفورية، وحطيت برضو معلقة ونص من السكر ورشة صغيرة من الملح، والمية تكون دافية. وبعدين عجنتهم كويس كده مع بعض، وحطيت هنا الزيت، حطيت يعني تقريبا نص كوباية من الزيت. بحط الزيت في الاخر يعني، بحب احط الزيت في الاخر عشان العجينة تلم معايا ويعني ما تمسكش في ايدي قوي. انتوا زي ما انتم شايفين العجينة كده طرية، انا ما حطيتش مية كتير يعني، انا حطيت على ال4 كوبايات حطيت تقريبا 2 كوباية إلا ربع كده من المية، يعني من 2 كوباية إلا ربع لكوباية ونص، وكانت بالشكل ده طرية جدا وجميلة. انا عايزة العجينة معايا طرية عشان هفردها على ايدي المرة دي النهاردة، مش هعمل بالنشابة فتتفرد معايا بسهولة. سبتها بقى لحد ما تخمر، غطيتها طبعا وسبتها لحد ما تخمر. وبعدين هنا هشيل بقى الاطباق من على الحوض. امبارح ما كنتش عملت يعني بالليل كده ما شلتش الاطباق ولا حطيتها في الغسالة، فقمت دلوقتي بقى خلاص يعني الصبح بعد ما خلصت على طول العجين رحت شايلهم بقى في الغسالة يتغسلوا، وغسلت الحاجات اللي هغسلها على ايدي. المهم كنت بقى عايزة اسألكم، انا كنت بفكر ان انا اغير اسم القناة، فانا محتارة جدا اغير اسم ايه، فياريت بقى لو في حد عنده اقتراح لاسم قناة كويسة يقول لي. انا كنت عايزة اغيرها لفكر جديد مع رودي، يعني برضو عايزة فكر جديد ده يعني، عايزة الكلمة تكون موجودة. فانتوا قولوا لي رأيكم في الاسم الجديد، ولو في اسم عندكم كويس لاسم قناة مميز يعني قولوه لي، وانا اكتر تعليق يعني يعني اللي هيتفق لو لقيت تعليقات كتيرة متفقة على نفس الاسم هو ده اللي هسمي بيه. خلاص خلصت المطبخ ونظفته الحمد لله، دخلت بقى على اوضه الليفنج. هي الاوضه كانت كويسه ما فيهاش حاجه الا السجاد بس طبعا عشان هما كانوا قاعدين بيلعبوا، فشلت الحاجات بقى كنسته يعني ونظفته كويس. الحاجات دي كلها ما تاخدش وقت خالص، بس انت تكوني قايمه كده ايه يعني مصليه طبعا هتحسي وقتك فيه بركه كبيره جدا، ولو تقدري ان انت تقراي شويه من القران يعني برضو بيبقى جميل. ايه انا بصراحه ما بلحقش خالص الصبح اقرا قران، هو بالليل اللي بيبقى الوقت المناسب لقراءه القران، فبالليل بقى بقعد بقى يعني لو هقرا صفحه واحده لو انا مجهده او يعني الوقت صغير. المهم يعني ناخد بالنا قوي من قراءه القران، هو بجد يعني هيخلينا لو انت زهقانه من حاجه في حياتك او كده، حافظي على الصلاه وحافظي على قراءه القران هتحسي بفرق كبير جدا. حتى برضو وانتوا طول ما انتوا بتشتغلوا شغلوا القران يعني، افتحوا القران التلفزيون على القران، هتلاقي نفسك ما شاء الله مطمئنه كده طول النهار ويومك جميل جدا، وهتحسي انت سعيده. ربنا يا رب يعيننا ويوفقنا. انا خلاص العجينه زي ما انتم شايفين كده خمرت، وزي ما انتم شايفينها طريه جدا، حطيتها يعني مش طريه جدا قوي يعني، بس زي ما انتم شايفين برضو طريه مش زي العجينه العاديه اللي انا بعملها. وبعدين فردتها على في الصينيه كده. الصاج ده انا حطيت عليه الورق اللي هو الزبده اللي انتم شايفينه ده، وشكلتها بنفس الطريقه دي. هسيبها بقى تخمر طبعا، وانتوا بتشكلوها تضغطوا جامد لانها لما بتخمر الشكل بيتغير شويه، فانتوا اضغطوا جامد، وكمان لما تدخل الفرن ما تغيرش الشكل اللي انت عاملاه. خلاص كده بقى هغطيها واسيبها بقى لحد ما تخمر كمان مره.
هي كده خلاص خمرت وبقت جميلة جدا، شايفين حجمها تضاعف. الحتة اللي انا حسيت اللي هي اختفت ملامحها عملتها تاني بايدي، وهنا جبت شوية نسكافيه على حليب زي ما دايما بعمل، او حليب لو انت لو انت مش حابة ان انت تحطي نسكافيه عشان ولادك او مش عندك، المهم يعني ممكن تحطي حليب بس، الاتنين بيعملوا لون حلو قوي لأي معجنات عندك. خلاص انا كده خلاص مسحتها مسحة بسيطة، حطيت هنا سمسم وهحط برضو اسمه ايه مش عارفة اسمه راح عن بالي، حبة البركة. حطيت بقى هنا حبة البركة، بنتي لازم بتحب تشاركني كده في كل حاجة انا بعملها. خلاص بقى دخلتها في الفرن على اعلى درجة وحطيتها في الرف اللي في النص. اي معجنات عندكم تخلي الفرن على اعلى درجة وتحطها في الرف اللي في النص، لو عندك عندك مروحة بتشغلي المروحة كمان معاها، ولما تاخد لون من تحت بتروح مشغلة الجريل من فوق، يعني ايه تاخد لون كمان من فوق كده جميل وخلاص. هنا عملت شاي ليا، انا مدمنة شاي بحب الشاي جدا، وعملت لهم هما شاي على حليب، وفي ناس حبت يعني عملت لها حليب بس، زي طبعا مودي بعمله حليب بس، وماريا ما بتحبش الشاي على حليب. خلاص كده انا عملت، وبعد ما خلصت يعني ما عملت لقيت صافي بتقول لا يا ماما انت ليه عملت لي شاي على حليب، انا عايزة شاي زيك، فعملت لها شاي. وبعدين كده خلاص العجينة طلعت من الفرن زي ما شايفين جميلة جدا، غطيتها. وزي ما بقول دايما وهكرر، اي عجينة عندك بتطلع تحس اللي هي ناشفة من الفرن مفيش اي مشاكل، غطيها هتطرى معاك وتبقى زي الفل. شايفين القوام بتاعها رائع في منتهى الروعة. فطرنا بقى الحمد لله، وكان فطار جميل جدا وسريع. بعد ما خلصت فطار طبعا غسلت الاطباق بعد ما خلصت الكوبايات وشلت الحاجة اللي انا عملت بيها، برضو رتبت انا طول ما انا والله بعمل في المطبخ برتب، يعني انا مثلا دلوقتي بعمل بعجن دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، كل حاجة بحطها في مكانها اول باول، خلاص خدت الخميرة بروح احطها مكانها، مثلا لو انا هستخدم يعني خميرة اللي هي بتبقى في برطمان مثلا يعني. برضو خلصت السكر، خلصت في السكر احطه مكانه، الزيت برضو، وهكذا كل حاجة بحطها مكانها بحيث ان انا ببقى مخلصة. والحمد لله المطبخ عندي مش مكركب خالص، ما بحبش ابدا الكركبة، بحس ان انا عندي يعني مش مظبوطة متوترة كده، فبحب ان انا انظم حواليا اول باول، بلاقي عندي الدنيا الحمد لله نظيفة دايما يعني كويس. هنا خلاص برضو نظفت هنا الحوض، مش بياخد وقت خالص، بسرعة كده بتروحي مخلصة. وطبعا لازم بجففه بقماشة، يعني حاولوا ان انتوا دايما تجففوا الحوض بتاعكم بقماشة والرخامة، هتفرق جدا وهتحس ان انتي كده مبسوطة، وخاصة بقى طبعا احنا هندخل الشتاء فبنبقى عايزين الحاجة ما تبقاش فيها مبلولة وكده. بعد ما خلصت الحمد لله لقيت بنتي رتبت السرير وبتنظف بتكنس بقى الارض. صافي بنتي حبيبة قلب، ربنا يا رب يحميها هي واخواتها. هي دايما تقعد تقول لي يا ماما انت بتعملي لوحدك وبتتعبي فانا هساعدك. فانا بقى بسيبها تعمل، ولو حسيت اللي فيه اي حاجة مش مظبوطة قوي انها طبعا لسه صغيرة بعمل معاها يعني، او بعيد تاني اللي هي عملته. هنا بقى خلصت وبعدين فرشت، كنست طبعا بالمكنسة، بحب جدا اكنس بالمكنسة السجاد، عشان زي ما بقول لكم بيبقى في شعر، يعني لو في شعر في السجاد او في اي خيط اي حاجة ما شاء الله المكنسة بتشيله. خلاص كده الأوضة الحمد لله نطفت وبقت زي الفل. دخلت بقى على أوضتي، طبعا أنا كده ماشية بالعكس، يعني بدأت بالليفينج وبدأت بالأوضة بتاعة الولاد وبدأت وبعدين دخلت على الأوضة بتاعتي. أنا دايما ببدأ بالأوضة بتاعتي، بس أنا عشان النهاردة كنت عايزة يعني أعمل عجين ويخمر فطلعت بسرعة، يعني قمت صليت على طول وعجنت على طول. وطبعا وأنا في المطبخ بقى يعني بالمرة بروح منظفة الأطباق، فعشان كده اتأخرت على الأوضة بتاعتي. نظفتها برضو ما خدتش وقت خالص معايا، وبعدين هي أصلا الحمد لله نظيفة يعني مفيهاش حاجة، وهنا هكنسها برضو بسرعة. المهم بقى زي ما قلت لكم يعني انتوا اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي رايكم في الاسم اللي انا اخترته، فكر جديد مع رودي.
او لو في اسم انتوا يعني لقيت ناس كتير قالت لي على اسم يعني وكلكم متفقين عليه، يعني اكتر تعليقات مثلا متفق على اسم معين، انا هسمي القناة بالاسم ده. وان شاء الله يعني يكون اسم جميل. بعد ما خلصت قعدنا شوية أنا والبنات، قعدت قرأتهم شوية قرآن حفظتهم يعني، وقعدنا نذاكر شوية. وبعدين قمت بقى عشان أجهز الغدا، جبت طلعت اللحمة من الفرن من ال معلش طلعت اللحمة من الفريزر، ما مش بسيبها تفك ولا حاجة، يعني انت لو عندك لحمة ما تسيبهاش تفك، طلعها من الفريزر على طول على على الصينية زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت في الصينية شوية زيت، وبعدين رحت حطيت اللحمة فكت يعني وطيت جدا، هديت النار خالص وبعدين فكت براحتها، وحطيت البصل وخلاص. هنا بقى بعمل البشاميل. انا في البشاميل دايما بعمله بجيب الدقيق واحط عليه الحليب واحطه في الخلاط، اخلطهم في الخلاط، وبعدين بجيب شوية زيت في الحلة، لو في سمنة بلدي يعني بتحطي برضو شوية، وبعدين بروح منزلة اللي هو في الخلاط اللي هو الدقيق على الحليب اللي انا خلطتهم في الخلاط، وبعدين بعملهم كده بنفس الطريقة. مش بعمل خالص موضوع نادر يعني جدا لما بحط بقى زيت وبحمر او بصفر اللي هو الدقيق، لا بروح عاملة كده على طول، وبيبقى الطعم جميل جدا. اخر حاجة خالص بعملها، وخدوا بالكم لما تكونوا بتعملي مكرونة بشاميل، اخر حاجة خالص بتعمليها اللي هي المكرونة. طبعا المكرونة ما بتحطيش عليها مية، يعني انا مش بغسلها، انا بصفيها بس من الميه السخنه اللي فيها وبسيبها. فانت تعملي المكرونه في الاخر عشان ما تلزقش في بعضها وتلاقيها مسكت في بعضها زي ما انت شايفين كده سخنه جدا، هي اخر حاجه انا عملتها. وبعدين رحت بقى حطيت البشاميل في الاول، حطيت شويه بشاميل، وبعدين رحت حطيت المكرونة. بتسويها كده تظبطيها، انا حطيت كيسين من المكرونة تفضل منهم شوية، يعني هو تقريبا الصينية الكبيرة دي بتاخد كيس ونص كده تقريبا. احط هنا بقى اللحمة لو انتوا عايزين لو حابين تحطوا عليها طماطم او فلفل، في ناس بتحب تحط فلفل وطماطم، فانا احيانا بحط واحيانا لا، عندي ولادي شوية موضوع الفلفل ما بيحبوش في الاكل قوي هو الطماطم، فمش يعني كتير ما بحطش يعني. حطيت الطبقة التانية خلاص من المكرونة، وحط هنا خلاص البشاميل، كانت طالعة جميلة جدا، بس للأسف نسيت اصورها خالص، يعني ولادي اخدوا منها ونسيت اصورها، فيعني ايه خير يعني، بس هي طعمها تحفة جدا. وحطيتها بقى في الفرن طبعا على الرف اللي في النص على اعلى درجة، ما بتاخدش كتير في الفرن، بتاخد تقريبا من ربع لنص ساعة او لتلت ساعة كده. نظفت بقى مكاني بعد ما خلصت، وبعدين هعمل جنبها بطاطس مقلية. انا بحب جدا جدا يعني، انا بحب قوي لما اكون عامله مكرونه بشاميل اعمل جنبها بانيه، بس انا ما كانش عندي بانيه، فخلاص قلت خلاص هعمل مكرونه، قصدي احمر بطاطس واعمل جنبها سلطه وخلاص، واكله كويسه يعني وجميله. عملت كده، قشرت خلاص البطاطس، وبعدين غسلتها. تغسلوا البطاطس كويس جدا، اي حاجه انتوا بتعملوها حاولوا ان انتوا تهتموا بالنظافه جدا. وكده خلاص بخرطها واحطها بقى اقليها في الزيت، مش بنقعها في ميه بملح ولا فلفل والحاجات دي من دي خالص، هي بتبقى كويسه يعني. طبعا بغسلها بقى كام مره كمان كده، وعلى النار حطيت هنا زيت وسبته لحد ما يسخن، وحطيت هنا البطاطس. خلاص كده البطاطس بقت جميلة جدا، بحب اطلعها تكون مش محمرة خالص، تكون صفرة كده، بتبقى جميلة جدا وبتفرق جدا في الطعم. وبرضو بحب وانا بعمل البطاطس اكون متخناها زي ما انتم شايفين كده، مبحبش الرفيعة، لان طبعا بتبقى يعني بتحس ان هي فيها حاجة لما تكون تخينة كده. بس انا كده خلاص خلصت الغدا، بعدين شلت اللي في الغسالة، نشرت، وبعدين طلعت جبت اللي بره، هو دايما كده حاجات بطلعها وحاجات بدخلها يعني، دايما انشر وبعدين اشيل اللي على المنشر. طبقت بقى هنا الغسيل، وده كان يومي،
ان شاء الله يكون يا رب عجبكم. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو حبيب قلبي ما ينساش اللايك عشان الفيديو اترفع، وان شاء الله قناتي تتعرف اكتر. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة، باي باي.